بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده هنبدأ نتكلم على New Classes و Interfaces و Functions، كلهم اتضافوا في PHP 8. إحنا هنتكلم عن أول ثلاثة لأن دول أهم ثلاثة. يعني الـ FDiv دي يعني Function ليها علاقة بالماث، فاستخدامها مش كتير قوي. الباقي ممكن تقرأ عنهم، يعني برضو حسيت إن هم استخدامهم مش هيكون أكتر زي الباقيين، اللي هو الـ Weak Map والـ Stringable والـ String Contains والـ String Starts With و Ends With. هنبدأ الأول بالفانكشنز دي. السترينج كونتينز، زمان لما كنا في بي اتش بي 7 كنا بنحتاج نعمل ايه؟ كنت مثلا دلوقتي لو انا عندي سترينج او تكست بيساوي مثلا هلو وورلد فروم ذا اذر سايد، فمثلا انا عايز اسيرش على كلمه اذر دي، فكنت بقول ان مثلا اف ستيتمنت بالسترينج بوزيشن بتوصل البارامترز اللي هي تبقى ايه، بتدي على هي ستاك بالنيدل بالاوفست اللي هي ستاك بتاعتي، اللي هي التكست والنيدل كلمه اذر والاوفست اللي انا بدور فيه. مثلا هنبدا من اول الكاركتر اللي هي السته مثلا، او يعني ممكن نبدا من الزيرو مش هتفرق. كنا بنعمل رن فين؟ لو جيت عملت رن الحاجه زي دي، انا ما حطيتش ان انا هعمل ايه. مثلا هقول ايكو فاوند، هتلاقي ان هو بيقول لك فاوند. طيب الامبلمنتيشن ده دلوقتي اتغير، ان احنا ممكن نقول اف string contains على طول. لو مثلا السترينج كونتينز دي يعني البارامترز بتاعتها ايه، هي هتبقى غالبا الهي ستاك بالنيدل برضو. بالظبط، هي ستاك والنيدل، فالهي ستاك بتاعك هيبقى التكست والنيدل هيبقى هو كلمه الاذر دي. هتقول بقى على طول مثلا ايكو فاوند، فاحنا ممكن ناخد نفس الامبلمنتيشن ده على بي اتش بي 8، وممكن بقى يعني نجود شويه نقول ان ده هيبقى اسمه الهي ستاك ودي هتبقى اسمها النيدل، نديها النيم بارامترز. نيجي نعمل ران الحاجه زي كده نلاقي ان هي فاوند وبالمنظر ده. طبعا الاسم string contains الفانكشن دي يعني اسمها واضح جدا هي بتعمل ايه، بتسيرش على حاجه جوه السترينج ده، فدي امبروفمنت حلوه. اي ثينك انت كده فهمت string start with و string end with بتعمل ايه. ان دي بتتشيك هل السترينج اللي موجود عندي ده اللي هو بقى string underscore starts with، هل هو التكست ده بيبدا بكلمه هلو مثلا؟ تعال نشوف كده البارامترز بتاعتها بتقول ايه. البارامترز بتقول انت عندك الهي ستاك، ايه ده، لا مش دي، هي راحت فين؟ ده هو مش كاتبين الامبلمنت، مش مشكله يعني خلينا نرن حاجه زي كده. هتلاقي ان هو بيقول لك فاوند، يعني هي بتتشيك هل اول حاجه موجوده هنا هي هلو ولا لا. فلو قلت مثلا سايد اللي هي اخر حاجه، هتلاقي كلمة found دي مش موجودة. but لو خليت دي string ends with، هتلاقي ان هو بيقول لك echo found. دي 3 functions ممكن تفيدك وانت شغال في اي حاجة، يعني مش عارف ايه الكيس اللي ممكن تحتاجهم فيها، بس اكيد string contains انت هتحتاجها كتير. ال stringable interface، دلوقتي مثلا لو انا عندي class زي ايه تاني، class مثلا session handler، وده بي implement مثلا، او session handler ده تقريبا موجود عندنا صح؟ في حاجه اسمها سيشن هاندلر من بي اتش بي. بالظبط. طيب الامبلمنتيشن احنا لازم نعمل كذا الفانكشنز بتاعته وكده. anyway احنا هنهتم بفانكشن واحده بس اللي هي public function underscore underscore to string. in case ان انا بسترينجفاي السيشن هاندلر بتاعي ده، شيل يا عم كل الكلام ده. تمام. in case ان انا بسترينجفاي السيشن بتاعتي بحولها لسترنج مثلا عشان هشتغل persistent storage وبستور السيشن جوه الداتابيز، فانا دلوقتي ممكن اقول انها بتimplement السترنجبل بالمنظر ده. ده النيو انترفيس اللي جه عندنا في بي اتش بي 8. السترنجبل انترفيس بيبقى هو اوتوماتيكلي ادد للكلاسز اللي بتimplement التو سترنج ميثود. اول حاجه بيقول لك الالاو الريتيرن تايب اللي انت تقدر تعمل سترنج string او سترنجبل. يعني دلوقتي مثلا عندك اي فانكشن، الفانكشن دي بتحاول مثلا انها تاكسبت string او stringable بقى، حاجه من الاثنين دول. فانت يا اما تمبلمنتو يا اما بتيوز ال to string function. الحاجه الثانيه provided an upgrade path from php 7، يعني في بس upgrade حصل من حاجه زي كده. اخر حاجه بقى هنتكلم عنها وهي الويك ماب، ونبقى خلصنا كل الابديتس اللي جت في php 8. يعني دي حاجه مهمه برضو اتضافت. بس قبل ما نتكلم عن الويك ماب عايزين نتكلم عن الويك ريفرنسز. الويك ريفرنسز دي كانت حاجه امبلمنتد من بي اتش بي 7.4 كانت موجوده عندنا. دي بتعمل ايه؟ دي بتقول لك allow a programmer to retain a reference to an object. يعني انت دلوقتي مثلا عندك كلاس اسمه يوزر،
والكلاس ده مثلا عندك ريفرنس ليه ان اليوزر بيساوي نيو يوزر، فانت كده حاجه زي دي مش هيتعمل لها جاربج كولكشن، او يعني اليوزر نفسه اللي هو الاوبجكت ده هيتعمل له جاربج كولكشن unless ان انت بتيوزه. فجيت قلت مثلا ان فانكشن دي بتاكسبت اليوزر، وانت جيت هنا في الاخر اديتها بس اي اسم name the function اي حاجه، وجيت عملت كل الفانكشن دي واديتها اليوزر ده، فانت كده عندك ريفرنس. ده كده ويك ريفرنس ان الكلاس ده او الفاريبل ده يعني مش هيبقى garbage collected by PHP ان هو يتشال من الميموري وما يبقاش موجود. طيب ده كان الويك ريفرنس. الويك ماب بقى بتعمل ايه؟ الويك ماب بتعمل حاجه تانية خالص. لو جيت بصيت كده هتلاقي ان انت نفس الحاجه سيميلر للاس بي ال اوبجكت ستورج. يعني احنا عندنا طبعا الستاندرد بي اتش بي لايبراري. لو انت مثلا كنت بتحاول ان انت تكريت هاش ماب، الهاش ماب لو انت مش عارف هي ايه، هي بالظبط هي نفسها الاري، الاريز العاديه مثلا بالزيرو اندكس بواحد واثنين، دي الاري العاديه. الهاش ماب هي نفسها كي بفاليو، يعني اري عاديه بس الكي بتاعها بيبقى حاجه اسوشيتيف يعني. فهي ده الامبلمنتيشن بتاع الهاش ماب داتا ستراكشر عندنا في بي اتش بي. anyway لو انت بتحاول ان انت تكريت حاجه زي كده، الويك ماب بقى بتساعدك في ايه؟ بتقول لك ان انت هتقدر تكريت عادي without preventing that object that are used as key from being garbage collected. يعني انت دلوقتي كده بيبقى ليك ريفرنس للحاجه دي، بيبقى في حاجه بتمنع ان هو يحصل garbage collection للاوبجكت اللي انت مكريته ده او بالكي بالاوبجكت اللي انت مكريته عشان الحاجات دي ما تروحش منك. بس بيقول لك if an object key is garbage collected it will be simply removed from the map. بس in case ان حاجه حصل لها garbage collection زي مثلا ان انا شلت دي كده، انا مكريت الماب دلوقتي، الاوبجكت ده كله هيتشال من الماب بتاعتي مش هيبقى موجود فيها. والمثال الشهير لحاجه زي كده اللي هم هيستخدموه فيها اكيد هيبقى حاجه ليها علاقه بالكاش. فهو فعلا بيقول لك انت عندك كلاس ويف كلاس فو بار في برايفت انستنس من الويك ماب، وده هيبقى الكاش بتاعي دلوقتي كده. لو انا بعمل حاجه بالكاش دي جيت سمثينج وذ كاش ومعايا الاوبجكت اللي انا هشتغل بيه، هو هيحاول ان هو يريتيرن سمثينج من الكاش ده. والله الكاش ده لو مش موجود جوه، يعني لو هو نوت نال بيتشيك بالنال اوبريتور خلاص كومبيوت سمثينج اكسبنسيف بالاوبجكت ده، لو نال خلاص رجع النال على طول من الكاش ده اللي هو موجود جوه الماب ولا لا. فده كان امبروفمنت برضو بالنسبه للامبلمنتيشن على حاجه زي دي. يعني انت دلوقتي كده ممكن تكايش بشكل احسن عن طريق ان انت تستخدم الويك ماب. طيب لحد هنا يعني انا شايف كده ان احنا خلصنا كل الامبلمنتيشنز وكل حاجه جديده جت في بي اتش بي 8. تقدر تقول لنا رايك بقى في السيريز دي، لو في حاجه تانية برضو يعني حاسس ان انت مش فاهمها من كل الحاجات دي ممكن احنا نبقى نتكلم عنها في ديسكشن او نبقى نعمل حاجه نتناقش فيها يعني. ولو السيريز دي عجبتك اتمنى ان انت تعمل لها شير مع اصحابك عشان يوصل لهم الابديتس الجديده دي كلها من بي اتش بي 8، وتقول لنا برضو رايك في كل حاجه احنا شرحناها سواء بالايجاب او بالسلب. هيبقى فيه طبعا لينك الفورم ده تقدر انت تقول لنا رايك فيه عن كل حاجه. اتمنى ان الكورس ده يكون عجبكم. شكرا والسلام عليكم.